بكم مشاهدينا مرايا اخر حصه تدريبيه للمنتخب الوطني المغربي قبل ملاقات منتخب الكابو في الجوله الثالثه من الدور الاول من كاس امم افريقيا بالكاميرون. هذه الحصه اللي عرفت غياب واحد هو سفيان العكوش اللي تصاب في الحصه ديال الامس، كذلك الرجوع ديال رومان سايس وكيتريني بوحده، بالاضافه ريان ماي اللي مازال كيتريني بوحده. تفاصيل اكثر في الفيديو. اسماعيل بره هنا بس ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.